وللأشخاص الذين يبحثون عن إثبات السحب، فكما ترون هنا payout أو عملية السحب عبر Binance Pay بقيمة $50 في أقل من 5 دقائق. أنت أيضا يمكنك عمل مثل هذه الأرقام بل وأكثر. تابع معي الفيديو، ركز معي جيدا في هذا الفيديو لأنه فرصة لكل من يريد العمل عبر الأنترنت وتحقيق دخل محترم يوميا، لأنه فرصة لكل من يريد تحقيق أرباح محترمة من الأنترنت وبرأس مال صغير. أعدك أنه من خلال هذا الفيديو سوف تتمكن من مضاعفة رأس المال الخاص بك وتحقيق أرباح يومية بدون أي خبرة، ويمكنك استعمال فقط الهاتف أو الحاسوب الخاص بك. وإذا ضيعت هذه الفرصة فقد ضيعت الكثير والكثير من الأرباح التي ستتمكن بإذن الله من تحقيقها معنا في أقل من نصف ساعة يوميا. مثلا إذا كانت لديك $10 في أقل من ربع ساعة يمكنك تحويلها إلى $20، وإذا كانت لديك $50 سوف تصبح بإذن الله $100 في أقل من ربع ساعة، إذا كانت لديك مثلا $100 سوف تتمكن من جعلها $200 و$300 في أقل من نصف ساعة. كل ما عليك بفعله هو مشاهدة هذا الفيديو بتركيز ولا تتخطى مدة هذا الفيديو لكي تفهم جيدا. ولكي لا أطيل عليكم مدة هذا الفيديو فاصل قصير وأعود إليكم. وإذا كنت من المهتمين بمجال الربح من الأنترنت وكذلك CPA والأفيليت ماركتينج أو التسويق بالعمولة وكذلك العديد من المجالات، لا تنسى الانضمام إلينا وذلك بالضغط على الزر الموجود أسفل هذا الفيديو المكتوب عليه اشتراك سبسكرايب أو صابوني، فقط بالضغط عليه وتفعيل خاصية أو ميزة الجرس لكي تتوصل بكافة جديدنا دائما. أيضا لا تنسى مشاهدة حلقاتنا السابقة لأنها حتما سوف تفيدك وبشكل مجاني. إذا على بركة الله نبدأ في درسنا وشرحنا لهذا اليوم. وفي هذه الاستراتيجية سوف نعمل على الربح من خلال الأسهم الخاصة بشركات مثل أمازون، أبل، فيسبوك وغيرها من الأسهم. والشيء الجميل أنك لن تقوم بأي تحليل، كذلك لا تحتاج إلى أي خبرة للبداية في الربح من خلال هذه الطريقة. كل ما عليك بفعله هو الانضمام إلى المجموعة الخاصة بنا، والشروط الخاصة بها سهلة للغاية. نحن نقوم بطرح العديد من الصفقات في اليوم من خلال جلسات، نحن من نقوم بتحليل الأسهم إن كانت سوف تصعد أو إن كانت سوف تنزل. أنت تقوم بالدخول في هذه الصفقات وفي الأسهم التي سوف نقوم بطرحها في هذه الصفقة في المجموعة، تدخل بجزء معين من رأس المال الخاص بك وهذا ما سوف تراه بعد قليل، وسوف تضاعف هذا الجزء من رأس المال الخاص بك. بعدها تتوجه إلى الصفقة الثانية وتقوم بالدخول بجزء من رأس المال الخاص بك، وبعد ربع ساعة أو نصف ساعة سوف ترى أن الرصيد الخاص بك أصبح مضاعف، يعني إن كانت 10 سوف تصبح 20، إن كانت 100 تصبح 200 أو 300، يعني سوف تحقق بإذن الله الأرباح من خلال هذه الطريقة. كما أخبرتكم أصدقائي في بداية هذا الفيديو أننا سوف نحتاج إلى رأس مال أقل شيء $10 للبداية. هذه $10 سوف أريك كيف تقوم بمضاعفتها إلى $20. كلما كان رأس المال الخاص بك أكبر كلما كان عائد الأرباح الخاص بك أكبر بطبيعة الحال، وكذلك نسبة الربح من خلال هذه الاستراتيجية تفوت 95%، يعني سوف تضع رأس المال الخاص بك وتضمن معنا أنك سوف تضاعف رأس المال الخاص بك. فكما ترون أصدقائي هذا هو رأس المال الخاص بنا الذي سوف نقوم بوضعه، هذا هو رأس المال الخاص بنا أقل شيء هو $10 للبداية في العمل على هذه الطريقة. وطريقة العمل سوف تكون كالآتي، هذه $10 أو رأس المال الخاص بنا سواء كان $10، $15، $20، $25، $30، $100، $200 على حسب رأس المال الخاص بك، نقوم بتقسيمه على 10، يعني رأس المال الخاص بك نقوم بتقسيمه على 10، فهذه $10 سوف نتحصل على $1 10 مرات. كما ترون أصدقائي هكذا سوف نقوم بتقسيم رأس المال الخاص بنا إلى 10 مرات. في المرة الأولى سوف نقوم بمضاعفة 10% من رأس المال الخاص بنا، يعني $1 سوف يصبح $2. بعدها نتوجه مرة أخرى إلى $1 الخاص بنا ونقوم بمضاعفته إلى $2، وهكذا، يعني في كل مرة سوف نقوم بالعمل فيها سوف نبدأ ب 10% من رأس المال الخاص بنا حفاظا على رأس المال الخاص بنا. والآن نتحول إلى الشرح العملي لكي تفهم أكثر. وأول خطوة سوف تقوم بها صديقي هي التسجيل في المنصة وكذلك تفعيل الحساب الخاص بك، وسوف تجد هذا الفيديو في الوصف الذي شرحت لكم فيه طريقة التسجيل وتفعيل الحساب الخاص بك وكذلك طريقة الإيداع. ولكي تدخل إلى المجموعة الخاصة بنا يجب عليك أن تقوم بالتسجيل من خلال الرابط الخاص بنا الموجود أسفل هذا الفيديو. بعدها تتوجه إلى هذا التليجرام وتقوم بإرسال لنا الID الخاصة بك الخاصة بالحساب لكي نتحقق أنك ضمن الفريق الخاص بنا. بعدها نقوم بدعوتك للانضمام إلى المجموعة VIP التي نقوم بطرح فيها الصفقات. الآن نمر إلى طريقة العمل الخاصة بنا لهذا اليوم. وبعدما أن تقوم
اللهم صديقي بفتح الحساب الخاص بك من خلال الرابط الخاص بنا، وكذلك بعدما أن تقوم بشحن الحساب الخاص بك بأقل مبلغ وهو 10 دولار، تتوجه إلى الحساب الخاص بك أو الماي أكاونت من هنا هكذا الأكاونت، بعدها تقوم بإرسال لنا هذه الآي دي كما ترون هنا لكي نتأكد أنك تسجلت من خلالنا، وكذلك قمت بإيداع أقل شيء 10 دولار. بعدها تتوجه إلى قسم التريد بعدما أن تقوم بالدخول في مجموعة الصفقات الخاصة بنا. بعدها سوف نتوجه إلى علامة الزائد ثم نتوجه إلى الأسهم، وكما ترون سوف نجد جميع الأسهم موجودة هنا. بعدها نتوجه مثلا إلى الأسهم الخاصة بالفيسبوك، وهذه الصفقة سوف نقوم بطرحها في المجموعة الآن. بعدها هنا تقوم بوضع رأس المال الخاص بك، مثلا سوف نقوم بالدخول ب50 دولار، وهذه ال50 دولار سوف تصبح 90 دولار لنا بعد 5 دقائق. هنا نقوم باختيار الوقت 5 دقائق، ثم نقوم باختيار نزول. بعدها سوف ننتظر نتيجة هذه الصفقة. وكما ترون أمامكم الآن أصدقائي تبقت 3 ثواني على الصفقة الخاصة بنا، وكما ترون قمنا بتحقيق 90 دولار من 50 دولار بعدما أن قمنا بتحليل الأسهم الخاصة بالفيسبوك، يعني قمنا بالدخول ب50 وحققنا 90 دولار، يعني ال50 أتت لنا ب40 دولار أرباح في ظرف 5 دقائق. هذه فرصة لكل شخص يريد مضاعفة رأس المال الخاص به. أنت لن تقوم بتحليل السوق، فكما ترون نحن من نقوم بتحليل هذا الماركت أو هذا السوق وكذلك هذه الشموع، ونحن من نقوم بإرسال كل صفقة نقوم بالدخول إليها. أيضا نقوم بعمل لايفات، نحلل السوق ونقوم بالدخول في صفقات في اللايف، يعني سوف تشاهد أنت البث المباشر الخاص بنا، ونقوم بالدخول كلنا في الصفقات التي سوف أقوم بطرحها. أيضا من خلال مجموعة الفي آي بي الخاصة بنا سوف نطرح لكم صفقات حول أزواج العملات كما ترون هذه، وسوف نقوم بالدخول الآن في صفقة، مثلا سوف نقوم بالدخول في هذا الزوج اليو اس دي بي دي تي. بعدها سوف نقوم باختيار مدة دقيقة، سوف أقوم مثلا هنا بالدخول بمبلغ 100 دولار، سوف نقوم بمضاعفتها، ولكن نحن سوف نقوم بالدخول في صفقة الخاصة بنا نزول، لأنه بعد التحليل تبين أن السوق سوف ينزل. هنا نقوم باختيار مدة الصفقة دقيقة، وهنا سوف نقوم بالدخول في الثانية 59 كما ترون بهذا الشكل، سوف نقوم بالدخول نزول. وكما ترون أمامكم الآن أصدقائي بعد التحليل الجيد الصفقة الخاصة بنا رابحة، يعني كما ترون المئة أصبحت 193 دولار، دخلنا في الصفقة ب100 دولار وتحصلنا على ربح في أقل من دقيقة 93 دولار. كل هذه الصفقات نحن نقوم بطرحها عبر مجموعة الفي آي بي الخاصة بنا. الآن تسجل من الرابط الموجود أسفل هذا الفيديو، قم بشحن على الأقل 10 دولار أو رأس المال الخاص بك، بعدها تواصل معنا عبر التليجرام الذي يظهر الآن في شاشة الحاسوب الخاص بي، وقم بإرسال الآي دي الخاصة بك أو الخاصة بالحساب الموجودة هنا كما ترون هاته، لكي تدخل إلى مجموعة الفي آي بي وتجد العديد من الصفقات والجلسات اليومية وكذلك البث المباشر أو اللايف الذي سوف نقوم بتحليل فيها السوق معا ونقوم بالدخول في صفقات. الآن سوف أريك بعض الأمثلة عن الصفقات التي قمنا بطرحها وكيف تقوم بالدخول فيها. وكما ترون أمامكم الآن أصدقائي هذه صفقة من الصفقات التي سوف نقوم بطرحها. هنا سوف نقوم بالدخول في هذا الزوج، يعني للأشخاص الذين لا يعرفوا طريقة العمل، يعني سوف نقوم بالدخول على الجي بي بي كارد، يعني أنت بعدما أن تقوم بالدخول إلى مجموعة الفي آي بي الخاصة بنا وترى أنه يوجد صفقة أو تم طرح صفقة، أول شيء تذهب إلى هذا القسم لكي ترى الزوج الذي سوف نقوم بالدخول فيه. بعدها تتوجه إلى حسابك في المنصة هكذا وتقوم بالضغط على الزائد وتقوم بكتابة الزوج بهذا الشكل، ثم تقوم بالدخول إليه هكذا، سوف يفتح معك بهذا الشكل. بعدها هنا سوف تجد مدة الصفقة، إن وجدتها M5 يعني 5 دقائق، M1 يعني دقيقة. في هذه الحالة M5 تتوجه إلى هنا وتقوم باختيار 5 دقائق. هنا سوف تجد التوقيت الذي سوف تدخل فيه الصفقة، يعني 22:56، تتوجه إلى هنا، هنا سوف تجد 22 وهنا 55 وفي الثانية 59 قبل ما أن تصبح 56 تقوم بالدخول في الصفقة، وهذه هي الإشارة التي سوف تدخل فيها، إن كانت بوت يعني أن السوق سوف ينزل وتقوم باختيار داون، وإذا كانت هنا مكتوبة كال يعني أن السعر سوف يصعد تقوم بالدخول على أب، وهنا تقوم باختيار رأس المال الخاص بك، ثم تنتظر إلى حين أن تنتهي الصفقة وسوف تنتهي بربح بإذن الله. وإلى هنا أصدقائي أكون قد انتهيت من فيديو اليوم ودرس اليوم، أتمنى من صميم القلب أنه قد أعجبكم وأفادكم ونال رضاكم، أضرب لكم موعد جديد في الحلقات القادمة بإذن الله، لا تنسوا دعمنا بلايك ومشاركة هذه الحلقة إلى أوسع نطاق ممكن، وهكذا لكي أستمر في طرح لكم كل ما هو جديد وحصري بإذن الله.